الطبيب الشرعي طبعا يتطلب وقت. أنا نسمع في صفحات التواصل الاجتماعي وفي الأخبار أن الطبيب الشرعي قال أن كذا، أنا ما في شيء حاجة صحيحة. اللي فيه جديد أن المجرم النمري اللي هو عاش طبعا كان هو برفقة 5 من أشقائه، هم 6، قتلوا 5 وشاركوا مباشرة في خطف الأطفال، وعاش أخوهم السادس اللي هو شايل السر الوحيد تقريبا اللي عارف مكان الأطفال.